بس يا اسطى، بس يابا، بس اركنلي على جنب هنا بس يا عم، نزلني يا عم، نزلني نزلني بلا قرف. ايه يا اسطى، ولا مشغل عداد ولا مشغل كاسيت نسمع اغنيه؟ يا عم اغني لك انا كاسيت ليه؟ انا هغني لك انا اغنيه حلوه، اغني لك انا اغنيه حلوه. لا بلاش والنبي. لا اسمع مني اغنيه حلوه والله. يا مهون هون هون وتروح بلدك على طول، وتروح بلدك يا كريم، وتقابل عالشط حريم مستني يقول لك سلام. ينعى الابو اللي قال لك صوتك حلو. سلام. صوتك وحش. سلام. صوتك قذر، وبتدخل اسمك في الاغنيه وتروح بلدك يا كريم، ما تقول وتقابل حمدي الجميل. يا عم قول كلام يتعقل، وايه مخطينا بقماشه سودا ليه؟ يا ابني مفيم المركب عشان ما حدش يعرفنا. قعدت تقول لي قول لي يا اسطى، قول لي يا اسطى، عايزين نوصل ننقذ كريمه وحريمه اللي اتباعوا في قصر كريمه وحريمه؟ كريمه واسمهم ايه؟ كريمه وفهيمه. كريمه وفهيمه. ركز كده عشان ما تبوظلناش الدنيا. لا هو دوار البحر بس. ماشي ماشي. عايزين نلحق ننقذ كريمه وحريمه اللي اتباعوا في قصر السلطان وبقوا جواري. هننقذهم ان شاء الله. انا مش فاهم يا اخي، السلطان ده ايه؟ ساب الحريم اللي في الدنيا دي كلها واشترى حريمه وكريمه؟ يا عم هم كان عليهم عرض. كان عليهم عرض؟ اه والله، حريمه وفهيمه وعليهم طمن جبنه رومي هديه. اشتراهم من اولاد رجب هو. بقول لك ايه، بدل اللماطه دي سوق بينا بسرعه، عشان انا قلت لك ناجر موتوسيكلات هنوصل اسرع. جبت لي في المخروبه دي بقى لنا 5 ايام في 50 كيلو. طيب حلو قوي. الله، اقسم كده 50 كيلو على 5 ايام، فيها 10 كيلو في اليوم. طيب في دكتور تخسيس يقدر يخسسك اكتر من 10 كيلو في اليوم؟ يا ابني انت مجنون، انت معترف ان دي مركب؟ انت مجنون؟ دي متر في متر. مفيش الكلام ده، انا مش عارف افرد رجلي فيها. مفيش الكلام ده، دي باخره نفاسه. دي. اسمع مني. ايوه دي تايتانيك. تايتانيك 2. هي شبه تايتانيك في حاجه واحده. ايه؟ هتغرق بينا ان شاء الله. مفيش. يا ابني دي مركب دي. ايوه دي مركب. والله ما في مكان نحط ازازه ميه. يا ابني دي واسعه جدا والله، بسم الله ما شاء الله، هي حلوه جدا والله، جميله يعني. وفي هنا قاعات سينما وفي كافيهات وناس قاعده بتاخد تاني ايه. يا استاذ يلا ادخل، يلا ادخل، ادخل السينما هتبدا، يلا يا بيب يلا خش يلا الفيلم. يا ابني انت مجنون، سينمات ايه في ام المتر في متر؟ ثواني يا استاذ، سينمات ايه؟ انتهبل يا بيه، ما تخش الفيلم اتنيل ابتدى. سينمات ايه في المتر دي؟ اسمع مني يا عم. بقولك ايه، قعدت انت جايبني الرحله دي، ومش كفايه انك اكلت السندوتشات اللي امي عاملاها لي؟ امك اتلهي بقى، اتلهي. يوم في حد يعمل سندوتشات كرنب بالبيض؟ مش عاجبك دلوقتي؟ مش دي اللي طول الطريقه بقليل بقليل؟ بقولك ايه البقليل ده، تقول لي دلافين بتلعب، دلافين بتلعب في الميه مش في المركب. فايق انا وفاهمك، عايز اتنيل اكل، اعمل ايه انا ايه دلوقتي؟ هنصطاد من البحر يا ابني، ده البحر كله خير بجد والله. امال ايه؟ ده خير، ده عز البحر ده. بص اي حاجه، جمبري كابوريا ماشي. جمبري وكابوريا وصبيط. يلا بينا. ثانيه واحده بس عشان السناره بتتلغفل. يلا. عشان انا اول مره اصطاد اصلا. ثانيه واحده. يلا يلا. وتعرف منين بقى انها اصطادت؟ السناره بتغمس. اه. وتعرف منين انها غمزت؟ بتعمل لي كده. ايه ده، السناره عماله تغمز لي؟ الله، يا قليله الادب. ايه ده، سناره دي ولا شبكه؟ لا دي قالت لها ده بقى. ما تغمزيش لحد غيري، ما تغمزيش لحد. خلاص سيبها سيبها، تجيب لنا حاجه ناكلها. سيبها. طيب خلاص. يلا يا رب. يلا يا رب. يا رب. ايه ده؟ ايه؟ تقلت يالا. يلا. يلا غمزت، شد معايا. يلا. شد يلا. شد. هنقع يا عم انت. هو انت طالب ايه؟ انا طالب سمك. لا والله امي ما طبختش غير فراخ النهارده. ايه ده؟ احنا بنصطاد من ديزني لاند. اللي جاب لك يخلي لك يا حبيبي. فرخه يا ابن المجنونه، هناكل فرخه من البحر. اسمع مني بقى، دي تطبخ، دي فظيعه، دي تطبخ وتطبخ جنبها شويه مكرونه سباكيتي. هنعمل مكرونه ايه؟ سباكيتي. اه ماشي. ونجيبها منين بقى السباكيتي دي؟ هنجيبها من البحر يا ابني، ده كله خير، انت فاهم حاجه انت؟ بجد والله. ثانيه واحده. يلا يا ام محمد. والنبي يا ام محمد، مكرونه سباكيتي وكيس صلصه حبيبتي. اه وعلبه ايه اللي مزرق؟ والنبي
ولا تبعت فكه 100 مش عامل حسابي. هو فكه 100 وكيلو كاكا عشان نحلي بعد الاكل. يلا بالبحر المجنون اللي ماشي. احنا فيه. شكرا. يلا يا حبيبي. شكرا يا ام محمد. شفت يا ابني مكرونه سباكيتي وصلصه. إيه؟ انا مش ناقص عتها، انا مش واكل. اخلص نوصل بسرعه ننقذ البنات حبيباتنا اللي اتخطفوا. حبيباتنا حاضر يا سيدي. حاضر. يلا سوق بسرعه. حاضر بالراحه عشان البانيو اللي احنا راكبينه ده مش ماشي. يلا سوق بسرعه. احنا راكبين حصان يا ابني. ايه الكائن اللي ماشي وسط الميه عادي ده؟ نعد 10 يارده هتشوط؟ ايه ده؟ ايوه كلمنا السفاره حلوه كلمنا. ده في الميه ازاي ده؟ بس 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 سيب لنا الكائنات دي انا بعرف اتعامل معاها. ده يا عم هنعمل ايه؟ بس بس تعالى ننزله، تعالى ننزله قبل ما يحسب وقت ضايع ونقعد بقى نطول. هنزل لك انا افهمك تعالى. يا سبحان الله في سلم بينزل على البحر اهو. صدف بنت لذينه هنا، انا جاي لك اهو. انت بتسوقني؟ كل يا ابن المركب ده على جنب يا ابني. كل يالا المركب ده على جنب يالا. ما هي مركونه هي هتمشي لوحديها ما احنا نزلنا. كلني يالا المركب دي على جنب يالا انت هو يا ايوه هي مركونه. هحبسكوا وعهد الله احبسكوا. ايه ده انا بتكلم اهو. هحبسك انت وهو. ايوه انت عايز ايه يعني مش فاهم. ايوه هحبسكوا. بس هو ناسي الكلام. مسك هحبسكوا هحبسكوا والله ناسي. مش من اولها. صفر الحق نفسك. عايز ايه مننا؟ ركز. انا من مباحث المايه يالا. ايوه موقفنا يعني مباحث ميه ايه؟ انا مش فاهم عايز ايه. انا من مباحث المايه. خلاص فوت انت. ما بقى لا خلاص انساها انساها. نقولها في حته تانيه. هي كانت ايه؟ مش مهم. لا ما انت ما تزولنيش. وانا انا متعود عليك. انا حاسس ان انا ناسي. قول لي هي ايه؟ مش المفروض قبل المباحث تقول لي فين الرخص وما انا اقول لك مبلوله ومن الناس تضحك؟ صح ولا انت عايز تجيب لي شنل؟ بس ده انت اول جمله. معلش انا ساعه بتصور حافظ السفاره بس. صح صح. يلا يا عم. ولا كل يا ابن المركب دي على جنب. تعني خلص يا انت ناسي اللي جاي. هات الرخص. لا خلاص الرخص خلاص. طب في الوصل؟ ما فيش وصل. الوصل والله يا رخص واتبلت زي ما قال لك. تمام واحنا الوصل مش معايا. ترم نفسك هات عادش هزر معايا. ايوه ليه بقى ما نهزرش معاك ليه؟ بس انا من مباحث المايه يالا. مباحث ماي. ايوه يعني رتبتك ايه؟ ايه رتبتك ايه؟ انا الكابوريا حلمي بحر. ما تهزرش معايا. انت مين؟ انا الكابوريا حلمي بحر. ده اخو حلمي بكر. ولا ايوه ثواني انت بسكو. لا لا خلاص. ايوه, أيوة. يعني انت خريج كليه ايه؟ انا عايز افهم. خريج كليه ثروه سمكيه ومعروف جدا. احبق انا عارف كل حاجه. انا عارف عليكوا كل حاجه ماشي عشان ما اقولش افضح الدنيا. لا لا خلاص يا باشا. عارف هو الراجل ده عارف ايه؟ يكون عارف ان انا بعت باكيته البانجو لابوك اول امبارح. طب ما خلاص ما انت بعت باكيته يا باشا. هو باع باكيته البانجو لابوك. حلوه ثانيه واحده. باكيته بانجو اول امبارح. شكرا. العفو. شكرا. انت موقفنا ليه؟ واقفك عشان في مخالفات الرادار رصيدها يا حبيبي. مش عارف ولا ايه؟ مخالفات ايه؟ اقول لك بقى. اول حاجه ان انتوا ماشيين عكس اتجاه الميه. عكس اتجاه ايه يا عينيا؟ عكس
عكس اتجاه المايه يا هلا. صراصير احنا ماشيين، المايه كلها ماشيه اتجاه كده، وانت ماشي بالمركب عكس اتجاه المايه. مش في ام سمك ماشي في ام سمك ماشي في المايه؟ الدسوق ايه يا عيال مايه؟ ايه ده؟ تعالى يلا انت اهو. يلا خلي بالكوا يلا. خلاص يا باشا، في مخالفه تانيه. ايه؟ مفيش طفايه حريق في المركب ليه؟ ليه طفايه حريق في البحر ليه؟ نفترض المايه ولعت، هتعملوا ايه؟ مش بنأمنكوا يلا انت اهو، مش بنأمنكوا يا بهايم. احنا اسفين يا باشا، موجودين عشان راحتكوا، عشان نأمنكوا. انا عارف كل حاجه وعزه جلاله الله، ما في حاجه ما اعرفهاش. افضح الدنيا، افضح الدنيا باللي فيها. اعترفوا. ايه عارف ايه الراجل ده؟ عارف ايه؟ ما اعرفش. يقولش هو ده الراجل اللي ماسك عليا صور وانا بلبوس؟ ايوه شكرا. صور وهو بلبوس. سلطه زبادي معاك والنبي. ايه ده انت بتاخد الاوردر؟ ترم نفسك ثانيه واحده. ترم نفسك، انا مش جاي متبعي. ترم نفسك. انت عايز مخالفات تاني؟ ايوه. معانا حشيش هنا تحت الدواسه. حشيش تحت الدواسه. وفي خمره تحت الدواسه. خمره تحت الدريكسيون. وفي نسوان في الشنطه. نسال ده 100 100 كده. تمام. ده انا قفلت المحضر وبقى فل. ده انا ما كنتش عارف حاجه، عرفتوني كل حاجه. دي فيها ترقيه دي؟ ده انا هبقى الجمبري. الحمد لله ان ربنا وقعني في اتنين معتيه. احمدك يا رب. الحمد لله. بس بقى مش احنا رقيناك، ممكن انت تخدمنا وتوصف لنا نروح قصر السلطان ازاي؟ عندي قبل العندي؟ ربنا يخليك. العندي قبل العندي؟ تروح فين؟ قصر السلطان. اقول لك بقى، سهله الوصفه. انت هتمشي في الميه، هتلاقي بحر، ما تستغربش. اوعى تستغرب. ما تستغربنيش، ما تستغربنيش. هتفضل ماشي في البحر على طول على طول، تمام؟ هتلاقي ايه؟ في ميه كتير، فما ما اهو في ايه؟ هتفضل ماشي، هتلاقي موجه، عدي الموجه الاولانيه، هتلاقي موجه ثانيه، عدي الموجه الثانيه، هتلاقي موجه كوميدي، اضحك واتبسط. الفرع الفرحه يا ابني ما بتجيش مرتين، الفرحه ما بتجيش مرتين، ما علينا. كمل. بعد موجه كوميدي هتمشي على طول، هتلاقي ميدان الشهيد ميكي ماوس، تمام؟ تقف دقيقه احداد احترام للشهيد، ما تتجننش على نفسك. هتكمل، ما تستغربش خالص، ما تستغربش من الموضوع. كمل على طول على طول على طول، تمام؟ هتلاقي سلاحف النينجا على الجنب، ماشي؟ مالكش دعوه باي حاجه، هيدخلوك في مهمات وحوارات، هتنزل في مبلعات. اوعى تستغرب، مالكش دعوه باي حاجه خالص من اللي بقولها دي. اوعى تستغرب، اوعى تستغرب. هتكمل، هتلاقي مايكل انجلو بيعزم عليك ببيتزا، اوعى تاكلها، مسمومة. اوه والله مسمومة. كمل على طول، ما تخافش ما تخافش. كمل على طول ماشي، هتلاقي سمكة قرش، ما تخافش عشان اللعبة. كمل على طول، تمام؟ افضل ماشي، هتلاقي حوت. وطي وطي، هتلاقي حوت ماشي. كمل 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 كمل. اخر الشارع ده خالص هتلاقيني واقف هناك، تسألني اقول لك العنوان الصح. احنا نسأل نسأل اي حد يا عم واحنا ماشيين وخلاص. بس خلاص هنتصرف. المهم عارف هنخش قصر السلطان ازاي؟ لا مش عارف. اقول لك انا بقى. يا ريت. اقول لك انا الصح. انت هتفضل برضو ايه في نفس طريقك، مالكش دعوه باللي انا قلته خالص. هتلاقي نفسك ماشي ماشي، هتلاقي سمكه طلعت عليك كبيره ضخمه، ما تتخضش عادي، ما فيش اصلا سمك. وهتفضل ماشي ماشي، هتلاقي السمكه ام سيف دي، هتلاقي سمكه تانية بسيف دي من السعوديه، مالكش دعوه. كمل على طول على طول على طول، هتلاقي ايه؟ ميدان تاني، ميدان الشهيد. ايه؟ ميكي ماوس. لا، ميدان الشهيد بطوط، ميكي ماوس مات. هتفضل مكمل مكمل، هتلاقيني واقف هناك تسالني اقول لك الحق والحقيقه. حورش على نفسك، ما تستغربنيش. لا لا اوعى تستغربني. اوعى اوعى. في اوعى اوعى. ايه في ايه؟ مش مستغربك انت، بس اهم حاجه تكون فاهم نفسك. احنا مش مستغربينك. بص ده شكله مجنون، احنا نسيبه يروح واحنا نتصرف. روح انت يا باشا، روح، احنا هنتصرف. روح. ايه ده؟ انا تايه في البحر بقالي سنين. ده انا ما صدقت لقيت اتنين معتيه يوصفوا لي انا فين في المايه. انت عايز تروح؟ ايوه. انا وصف لك بقى. وصف لي بقى. انا وصف لك. الوصفه الصح. الوصفه الصح. بص اسمع مني. ماشي. هتمشي كده طوال. تمام. طيب. هتلاقي نيل. ماشي. عدي النيل الاولاني. هتلاقي نيل تاني. عدي النيل التاني. أيوة. هتلاقي نيل دراما. عيط وتقهر وازعل. ليه كده؟ ليه كده؟ انا وديك موجه كوميدي تضحك، توديني النيل دراما عيط. اشمعنى انا؟ في حاجات لازم نناقشها، تعطيعيات في النص. ماشي. كمل على طول. على طول على طول. تمام. هتلاقي مازنجر زعلان. ايه ده؟ تمام. متضايق وطلع القبضتين المدمرتين، فهو زعلان عشانه قوي. تمام. وفي زعلان على فاتن عشان فاتن ماتت. والله. تمام. كمل على كمل على طول. لف لف من عند مازنجر اسالني انا هقول لك انت فين بالظبط. انتوا من هنا بقى من الميه وعارفين كل حاجه.
الله، ما انا افتكرتكم غرب يعني والدنيا ليه كده يا بيه. الراجل بيهزر معاك عشان توصف لنا بجد بقى. خلصنا التهريج، خش على الجد. عايزين نروح قصر السلطان. قصر السلطان اقول لك بقى الوصفه اللي بحقه حقيقي، مالكش دعوه بالفدة كله. ماشي. تمام، مالكش كل الفدة ايه اي كلام في اي حته. ركز بقى في الصح. انت هتفضل ماشي على طول، هتلاقي اول يمين، تخش اول يمين، في تاني شمال، في تالت يمين، في رابع يمين، في خامس شمال، في سادس يمين، في سابع يمين، في تامن يمين، في تاسع شمال، في عاشر يمين، في 11 يمين، في 12 يمين، في 13 شمال، 14 يمين و9 شمال. مبروك كسبت الجنيه الذهب، ألف مبروك. فين الجواري؟ فين الجواري؟ فين؟ واتغدى جمش وقعد يتفلى. امان 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 امان. يو بقى فين الجواري؟ اوه كل يوم اجي القصر ده ماليش الجواري، مفيش غير فيروز هي اللي عارفه. يا فيروز يا فيروز، ايه الدوشه دي؟ في ايه؟ الاخ عاملين اخخه على الصبح ليه؟ ايه اللي فيه؟ فين الجواري؟ الجواري بيجهزه عشان خاطر السلطان. مالك بقى؟ لا اوعى تزعقيلي كده، انا صنبو الاخ. يعني ايه صنبو الاخ؟ مش عارفه يعني ايه اخ. لا مش عارفه. تتفرجيش على حريم السلطان؟ طيب خلاص ما تزعلش. خلاص فين طب الجواري؟ بص الجريتين اللي جم جداد انا جهزتهم وكله تمام، بس في جريتين الصبح انت جبتهم انا لسه ما شفتهمش. ايوه في جريتين كده لقيتهم في البحر، رحت جايبهم معايا وانا جاي. لا دول لسه ما شفتهمش. طيب انا لازم دلوقتي تحضري لي كل الجواري عشان لازم اعمل الرقصه، عشان في ضيف جاي للسلطان ولازم يبس. ده انا هجيب لك اقدم واشطر جريتين عندي. ماشي. وانت بقى حضرهم. ماشي خلاص هاتهم لي. يا اسمهان يا بركه. ايوه يا ست فيروز. تعالي يا ست تعالي. انا هسيبهم لك تدربهم وانا اشوف بقيه البنات. ماشي طيب. ماشي احنا جينا اهو يا ابو سنبل وجاهزين عشان حصه الايروبيكس. ايروبيكس ايه؟ احنا هنعمل الحاجات ديت، مش ايروبيكس خالص. انا كل حماسه، انا جاهزه جدا. يا حاجه هتعرفي تعملي معانا الحاجات دي؟ بس بص خلي بالك دي اخرها كده، ما بترجعش لورا. طب انت معاكي الادويه عشان لو حصل حاجه واحنا بنعمل الاستعراض؟ ارجع حاجه تتنسي معاكي يعني؟ معايا الانسولين، معايا اسمان العلم امك اللينوفيجين، معايا الكوتوفان، كل حاجه. طيب وانت يا بنتي جاهزه؟ جاهزه يا سنبل. يا جواري انتوا يا جواري. يا نسوان يا نسوان فين؟ ايه النبي يا وزير وانت حلوه وامور كده، انا اسم الله على مقامك كنت عامله كده عملي على قدي عشان السلطان يحبني. اتمنى كل الجواري يحبها ولا يحبنيش، انا معرفش ليه، مش قادره افهم ايه السبب. فانا عملت له العمل ده على البنا شكلس بالمحبه. وانت بتكلمه اسقله في بقه. هاتي هاتي حاضر، هاتي الحجاب هسقله في بقه. حاضر يا بنت. والله هفق موت. يا وزير بقى انت في ايه اللي جابك دلوقتي؟ ايه يا اغا ظبطت الاستعراضات خلاص؟ لسه كنت اعمل الاستعراض اهو. طب يلا كويس ان انا جيت في الوقت المناسب عشان اتفرج عليها عشان السلطان. طيب اتفضل. يلا يا حبيب ركزوا معايا.
ايدينا لازم تبقى انسيابيه كده، عينينا تبقى في عينين السلطان ونبص له ونشوفه. يا ترى حيران، غضبان، جربان، المهم نفهم ماله. نرفع ايدينا كده لفوق، يلا بينا. انت ازاي تدخل كده؟ انت عايز تبص على الجواري ولا ايه؟ انا مش جاي عشان الجواري. ما جاي عشان مين؟ انا جاي عشانك انت يا اسمراني. انا ماليش في الجوار. انا انت عارف انا مين؟ مين؟ انا صنبو الاغا. ايوه. انت مين؟ انا ابراهيم عبده عبد السلام حمدي الاغا حبيبي. يا لا وحشني والله. وانت كمان خليك معايا. خليكوا زي ما انتوا، انا هجيب شامبو واجي. كل ما يتزنق يروح يجيب حاجات غريبه ويجي. بيقول اي هبل وخلاص. هو راح فين يا شامبو؟ مين ده يا حاجه؟ مين الراجل اللي كان هنا؟ ايه اللي ما فيش حد بتعد شيء يا ابني؟ مش كان واقف حسبت ولا حاسب؟ انا حاسب ايه؟ لما كنا قدناها بالشاب وخلاص. يلا يما على مستشفى الدمرداش. مستشفى هنعالجك على نفقه السلطنه. انت عامل لي فيها نبيل عبيد القصر. ايه وزير ده وزير كده؟ كسفتني قدام الجواري بتوعي. كسفتك ايه يا زفت؟ البنات نشفت وانت لسه طري. يا دنشف بقى يلا. والله انا ما كنتش عايز ابقى اغا اصلا. انا نفسي افهم انت ليه بقيت اغا. دي حكايه طويله احكيها لك. لا. في يوم كنت ماشي وسط الغابات، دخلت وسط الغابات والنباتات، فجاه لقيت زرعه بتقول لي مالك يا تامر؟ خد يا تامر يا تامر. يطفي انت الكذب اللي انت فيه ده. هو في تامر في تركيا؟ يعني في زرعه بتتكلم؟ اكمل لك؟ لا. المهم قلت لها مالك مالك يا زرعه فيك ايه؟ قالت لي مالك وشك مخطوف كده؟ قلت لها فعلا. ومن ساعتها خدتها حكمه. ان جار عليك الزمن ميل 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 وحدف منديل كاتب على طرفك. بس فهمت حاجه؟ لا. ما تكلمناش بقى يا ابني. انا نفسي تسترجل بس. وانا والله العظيم اعمل لك اي حاجه يا واد عشان تسترجع. طب اشتمني كده عصبني يمكن يطلع الراجل اللي جوايا. يا لهوي ده سهله جدا. طب يلا 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 يلي مش راجل. يا راجل يا ناقص. يا ريت يا ريت ده يجيلي شغل اكتر. يا ابني يجيلك شغل ايه ده اللي بهينك؟ انا بستنى الحاجات دي، ما انا بمشي في الشارع استنى الحاجات دي، ونفسي في حياتي حد بس يقول لي اغا اجري عليه على طول. يا اغا. ايوه سيبني سيبني. الله يخرب بيتك عامل زي الفرقع نوز. يا تسترجل ياد مره واحده. لا معرفش. طب انا نفسي اسالك سؤال دلوقتي. اتفضل. ايه علاقتك بالجنس الاخر؟ الفضائيين. تصلك جنس ثالث فما تفهمش اللي انا بتكلم فيه. مين طب؟ ايه علاقتك بالبنات؟ لا 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 بتكسف. يا لهوي تتكسف؟ لا ما ينفعش يا ابني. ما اقدرش. لا ما تقدرش. انت عمرك ما علقت بنات؟ لا لا يا خالص. لا لا خالص. ايه لازم؟ تعالى ادخل هنا. انت لازم تنشف وتعلق بنات. هتعلمني؟ انا هعلمك. يلا انت فاكرني وزير؟ ده انا كنت بقف على النقاصه الشبانجو. الله ايوه هيعلمني بقى وابقى راجل كده واعرف اعاكس كل البنات. انت دخلت الحمام ولا ايه؟ ثانيه واحده انا جاي لك اهو. يا فيروز. نعم. اتفرج بقى. ما يلا بلاش محن في ايه. هو احنا علينا يوم السبت الساعة 10 ايه؟ عندنا بحبك. خدت بالك قلت السبت الساعة 10 بس.
سهلين موت يلا. والله ما عملت حاجه. بص كتابين من بتوع اعداديه ولا الدره ما فيهاش ازازه اهي. طب انا عايز اعمل كده والنبي. لا اهم حاجه الكتف. كتف؟ ايوه اخبط بالكتف هتجيب السر في الكتف. طيب حظ يلا استنى ثانيه واحده. يلا ادخل عليه. هديك في اسنانك. ضحكتني والله. ضحكتك انا جايب لك شريط نكت. خلاص خلاص. انشف شويه انشف راجل. ايوه. بتضحك قوي والله. اشيلك ارميك بره. خلاص خلاص خلاص. بتضحك قوي ايه يا ابني مش نكت ايه؟ خلاص كتف. انشف الكتف الكتف. اي 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 كتفي كتفي يا لازم اروح الهوسبيتال بسرعه مش قادر. Something in here I can't. What happened baby? I can't focus. اخرج انت روح المدرسه يلا. لا حول ولا قوه الا بالله يا ابني عمرك ما هتنشف. نفسي تبقى راجل مره واحده. يا عم انا متضايق بقى. انت عارف انا نفسي في ايه دلوقتي؟ نفسك في ايه يا سيدي؟ نفسي اشرب شاي. ايه ده بجد والله؟ والله. معاك كوبايه؟ معايا اهي. اشرب يا سيدي شاي تقيل اهو. اسكندراني بقول لك ما تلاقوش بالازاريطه. ربنا يخليك. يا والله العظيم اهم حاجه انت تفرح. شوف كلامي معاك والله نساني الظهر فاتني. هو اتن؟ طب ما تتوضى يا جدع بقى. بس الف شكر يا صاحبي. اسطول السلطان يا نهار اسود. وسع جلالة السلطان سليمان القانوني. ايه الاخبار؟ كله تمام يا مولاي. اخبار الحرام لك ايه؟ بالراحة يا ابني بالراحة بالراحة هوي بالراحة. ها اخبار الحرام لك ايه؟ كل الحرام. هغيرك اجيب مروحة سقف. بالراحة وريني ازاي. بالنسبة للحريم الجداد هتجيب لي برد كده يا ابني. حريم الجداد اللي جم الحرام لك اخبارهم ايه؟ كويسين؟ كويسين ومية مية يا مولاي. اكدت منهم انت بتعامل لي كصباع كفته ليه يا ابني؟ هوي بالراحة. اتاكدت منهم ولاحظت ان متفاجئ انت. ها تأكدت منهم وتأكدت ان كل تعال 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 المايه اللي هنا سخنه. ها هو عليها عايزها تلج. هو على دي يلا هو. تأكدت من الحريم وعرفت ان هم يعني مفيدين بالنسبة للأصل ومفيدين ومفيدين بالنسبة للحراملك. بأكيد يا مولاي. قلقني قلقني انا جايبك تقلقني. تعال 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 اطلع هوا على الأستاذ. تعال هو على الاستاذ هنا. والسجاير انت ما سبتهاش في الاوضه ليه؟ يعني مش مقامل لاصحابك؟ ده سجارتين يا معفن. يعني سجارتين خايف عليهم؟ ماشي بعدين بعدين. هقعد الم وراكو داخل بسجاير. ماشي المهم. ده داخل بشيشه ولا ايه؟ المهم
بالنسبة للسلطنة طبعا انت بتحب السلطنة يا براهيم. ده اكيد يا مولاي. واكيد بتحب السلطان. ده اكيد. يعني ما هو مش فاهم انا الدور ده. انا مش فاهم الدور. واكيد بتحب السلطان. ده اكيد طبعا يا مولاي. قائد الدرك بيخن يا براهيم. يا ابن اللعيبة. قصدي طبعا يا مولاي، بس بيخونك مع مين يعني؟ بيخني مع الجارية اللي عندنا هنا اللي اسمها اسمهان. يا بنت اللعيبة. ايه ده يا مولاي؟ لا سيبني اقتله بقى يا مولاي. هتقتله في الوقت المناسب. في الوقت المناسب هديلك اشارة معينة، هطلع المنديل الاحمر ده، هشاور لك كده اهو، تقوم منقض عليه انقضاضة رجل واحد. ها؟ طبعا يا مولاي. لوحدك. تقتله من غير ما حد يعرف. هقتله يا مولاي في توقيت ما هقول لك عليه. حاضر يا مولاي. ماشي. عايز حاجة؟ لا حضرتك عايز انا حاجة؟ مستني بس قائد الدرك، لان في مؤامرة بتحصل عليا. واحد عايز يختلني. واحد عايز يختلني، هيجيب لي اخباره وبعدين هقول لك تقتله. تقتله على طول. حاضر يا مولاي. اتكل انت. سلام عليكم. ايه ايه يعني ما وريش غيرك ولا ايه؟ اهدى كده واشتغل، اشتغل بهدوء. مولاي ام ميس يو. سنبل اغا اهلا وسهلا، وحشتني يا سنبل. بجد يا مولاي وحشتك. مش وحشتني كده. امال ازاي؟ بقالي فتره ما شفتكش. سنبل اغا. ايه؟ الوزير براهيم بيخن يا سنبل. ايه ده؟ يعني طلع جاسوس؟ لا مش جاسوس، تولع السلطنه، مش دي القضيه. بيخني مع واحده من الجواري اللي هنا. اوعى تكون اسمهان. هي مفيش غيرها ولا ايه؟ هي فعلا اسمهان. خلاص يبقى نقتلها يا مولاي. لا ما تقتلهاش، انا بحبها يا سنبل. امال نقتل مين؟ هنقتل الوزير براهيم. وانت اللي هتقتله. انا؟ ايوه انت. في لحظه ما هشاور لك بالمنديل الاحمر ده، هتنقض عليه. حاضر ماشي. خلاص ماشي يا مولاي. اتكل انت يا براهيم. يا سنبل اتكل. طب سلام. مع السلام. سلم. سلم ايه؟ ما انا سلمت. خلاص مع السلام. سلام. اللي هو ايه يعني؟ سلام. الله، وبوسه يمين وبوسه شمال يعني. ايوه. حاضر. بتنشل في النص. قلنا واحده يمين واحده شمال. انت اللي اديتني الدور ده. ما انت قال يا واحد في الدور. لا مش انا. انا مش فاهم دورك. انا مش فاهمه. بقولك ايه، اتكل على الله. قائد الدرك. دستور دستور يا مولاي. مولاي السلطان. فنون شعبية داخل عليا. ايه اللي بيحصل؟ معلش يا جناب السلطان. تعمل ايه؟ وبدي بعدين شو قدام الناس بترشيني. والله لو عملت ايه؟ مولاي السلطان العظيم. أنا مش فاهم. أنا جايبه لنفسي. أنا جايبه لنفسي. قائد الدرك. أيوة يا مولاي. أيوة هوي هنا. قائد الدرك. أيوة يا مولاي. لو سمحت يا مولاي بعد إذنك، ممكن تجيبه على أقل حاجة؟ الجو تلج. اثبت واسمع الكلام. ها؟ أيوة يا مولاي. ها إيه يا مولاي؟ سنبل بيخني.
سنبل بيخونك؟ ايوه. ازاي ده أغا؟ لا مش بيخني كده، لا يعني هو تآمر مع بعض الاشخاص على شخصي عشان تآمر ضد السلطنة، يبقى يتقتل. يتقتل يتقتل وبدون سبب عادي. انت اللي هتقتله. انا اقتله يا مولاي، اديني انت الاشارة وانا اقتله في التو واللحظة يا جناب السلطان العظيم. في لحظة ما هشاور لك بالمنديل الاحمر ده. ايوه يا مولاي. هتقوم منقض على سنبل الاغا تقتله. اقتله يا مولاي طبعا يا مولاي، امال هعمل ايه يعني، وانا وظيفتي احميك يا مولاي. يعني انت نفسك تبقى عاطف عوض ولا ايه؟ مش فاهم. طيب يعني هقول لك تقتله، بس اهم حاجه. ايوه يا مولاي. الراجل المتآمر اللي كان عايز يقتلني ده ظبطته ولا لسه؟ لا لسه ما جبناهوش، لكن هنقبض على المتآمر يا مولاي طول ما انا موجود. وده اعلى واحد عندي في السلطان. انا اللي بحميك يا جلاله السلطان. طبعا طبعا. اتفضل. اتفضل فين يا مولاي؟ اتفضل انت روح. حاضر يا مولاي السلطان. تكت حاسب الديكور.